التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة أوجي. ممكن بقى تقولي لي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اقفشك الشقه مفروشه عادي يعني، كنت في السينما مع واحد صاحبك. بقول لك كنت حاطه راسي على كتفه، افهم. معقوله؟ وما استنيتيش ليه لما السينما ضلمت؟ انا عمري ما انتظر. بقول لكم ايه، بلاش استظراف انتوا الاثنين، انا محتاجه اعرف انا هعمل دلوقتي حاجه. يعني انت يعني متخيله ان احمد عمره ما حس انك حبيتي او صحبتي قبل كده؟ لا، عشان انا كمان عمري ما حسيت ان هو ولا صاحب ولا حب ولا عمل اي حاجه اصلا. ولما يتخيل غير لما يشوفها. سند راسه. كمين عند النبي. اهلا اهلا يا ابو حميد، مساء الخير. اتفضل. بتقعد انت تجيب الحاجه اللي كنت تشربها. لا لا اشرب ايه؟ لا مش هينفع عشان نتعشى. هي مامي جت؟ لا، بس ما كلمتها وقالت انها جايه في الطريق. انت يا ابني فكرت في كلام خالك؟ لا مش فكر. بص يا احمد، انا ما بتدخلش في الطريقه اللي كل واحد عايش بيها حياته. محدش دخل في الطريقه اللي انا عايش بيها. وبعدين بيصرف عليا دي اخي، خليه ما يصرفش. احمد، هو انت عايز تتكلم معايا في اي حاجه؟ لا خالص. ولما انتم متجمعين برابطه المعلم كده، محدش فيكم فكر ينده على الكلبه اللي قاعده لوحدها تطلع تقعد معاكم؟ ما انت يعني محتاجه عزومه انت كمان. فكرت اطلع من بدري بس ما رضيتش، عشان ما تسكتوش اول ما ادخل زي كل مره. وايه اللي خلاكي بقى ترجعي في قرارك وتطلعي؟ جعانه. والست بسيمه مش راضيه تحط لي الاكل غير لما كلنا نتجمع على السفر. احنا كده كده مستنيين ماما. ماما جت. انتوا عرفتوا انها لونت؟ جت؟ راحت لتانت سهير على سنجة 10 وكانت لابسه ملون. طب برافو والله، اخيرا. اخيرا؟ ليه بقى؟ هي كان بقى لها 10 سنين لابسه اسود. ولا كان ايه لازمه تلبسه 10 ايام؟ وانت مالك اصلا؟ هو في ايه؟ ما انت ما اعترضتيش لما قلنا لك تلاقيه. عشان الله يرحمه كان ابويا مش جوزي. جوزي؟ المنظر ده عمرك هتتجوزي اصلا؟ فندم؟ بص انت ما تهزرش، عشان انا ما بحبش حد يهزر معايا.
ولا بحب اهزر مع حد. ناقصين غبائك احنا. انا زيكم. ايه مش عارف تعزلني انت كمان؟ انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ مش عارف. بس اكيد هكون في مكان مختلف غير اللي انا فيه دلوقتي. انت هتكون في مكان مختلف غير اللي انت فيه دلوقتي؟ انجز طيب، بلاش في رجلك. مش هقعد ساعة مستناك، خلينا نتعشى. هو انت فاكره انك لو ما نزلتيش تتعشي معانا ضميره هيأنبه مثلا؟ ده جبله ما عندوش دم. انت كده بتعاقبي نفسك. مش نازله يا انجي، عشان لو نزلت هلبسه الاكل اللي على السفره كله على دماغه. انت بتكلمي مين باسلوب؟ امشي اطلع بره، اطلع بره اوضتي. مين سمح لك تدخل؟ بس بلاش المجايه، بلاش المجايه. في ايه ده؟ شايفه الجبله ده؟ اطلبي البوليس. حيوان. في خلاص اترك الناس، تعالي خلاص بقى. ايه ده؟ اوعى تكون فاكر ان كلمتك البايخه دي جرحتني قوي. تبقى عبيط، تبقوا كلكم عبط، عشان انا مش شايفه وقاعده حاطه ايدي على خدي ومستنيه العريس اللي لسه ما جاش. ان شاء الله ان ما اهله جه. خلاص هو اللي خسران. وحتى لو جه انا اصلا مش هوافق عليه، لاني مش هسمح لحاجه تعطلني على مستقبلي ودراستي. ماشي، لو مش فارق معاكي بتعملي كده ليه؟ امال لو فارق معاكي كنت هتعملي ايه؟ خلاص بقى، ده انت سخيفه قوي انت كمان. انت كمان بتضحكي؟ طب بره انتوا الاثنين. لا 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 لا، بس خلاص خلاص. يلا يلا انجي، يلا نطلع بره. بتعمل ايه؟ بس كلب. بتضربيني؟ حلوه دي قوي. دي جت لي هديه النهارده. طب انزل شايلني بقى، عقابا ليك طولة لساني. ده انت مش بني ادمه، ده ايه ده؟ الواد ده ما شافش دقيقه تربيه على فكره. خشاني خشاني، ده عارفه. الله، ايه الحلاوه دي يا بلبله؟ عارفين ده أول يوم نقعد على ترابيزة واحدة من يوم وفاة أبوكم؟ يلا نقرأ الفاتحة. ألو. اسم الله عليك يا أخويا. أنا معطلك عن حاجة؟ لا لا خالص، أنا مش متوتر عن أي حاجة. انا بس حسيت واحنا في النادي ان انت مشيت فجاه كده، فكنت عايزه اتكلم اطمن عليك. انا كويس الحمد لله. انا شكك مش عارف اقول لك ايه. انا يمكن بس حسيت بشويه ارهاق عشان كنت يعني لعبت جيم النهارده من غير ما افطر، بس انا كويس الحمد لله. بصراحه برضو كنت عايزه اتاكد ان اللي حصل في الجيم ده مش هو السبب ان انت مشيت. لا 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 خالص، ما انا نسيت اللي حصل اصلا. أنا بجد مش عارف أقول لك إيه. أنا متشكر مرة تانية على سؤالك، يعني مفيش حاجة ولا كأن حاجة حصلت. بس أنا على فكرة لسه كده مديونة لك بعزومة، أنت قفلت كده ومشيت فجأة، ما لحقتش أعزمك على حاجة. طبعًا أنا موافق. إمتى؟ يعني أنا فاضي، شوفي إمتى. ممكن بكرة بعد الجيم لو ما وراكش حاجة. ما وريش أي حاجة، خلاص بكرة بعد الجيم إن شاء الله. أوكي، يلا تصبح على خير. أوكي، وأنت من أهل. هو عندك ولا ده ريباوند؟ لا لا دي ولا دي، انا بس حسيت بالذنب ناحيته قوي يعني بعد الموقف الزباله اللي عمله خالد. كان لازم تشوفي منظره والله النهارده، ولا لا عارف ايه اللي بيحصل، ولا عارف مين خالد ده، ولا بيقول ايه، والله العظيم كان شكله عامل زي اللي بيطلع في الكاميرا الخفيه. هو غلبان قوي كده ونايف. عشان كده بصراحه عايزه ابرر له اللي حصل ده حصل ليه، فاهمه؟ ومين؟ برري يا اختي برري. ادخل. انا ومحمود بنحب بعض ومتصاحبين من ايام الجامعه. عشان كده كنت بترفضي العرسان طول الفتره اللي فاتت دي؟ ايوه. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين ايه ايه ايه؟ هتفضلوا متصاحبين كده من غير ارتباط؟ هو ظروفه المادية صعبة قوي قوي. أهله ناس بسيطة جدا وعايشين في بلد صغيرة في قنا، وأبوه متوفي، وطول الوقت بيحاول يدور على فرص شغل كويسة، وكل البيبان متقفلة في وشه. بس هو بيحبني
وبيحترمني جدا وبيحترم علاقتنا. وبعدين برضو ايه المشكلة ان يكون حد بيحبني وانا بحبه؟ ايه المشكلة؟ يا باي عليكي وعلى برودك يا بلبل. لا ما تحكي. احكي ايه بس يا بسيمه؟ ما فيش حاجه تتحكي. قاعده اخرس قدامك يعني؟ ما اتكلمش خالص؟ لا اتكلم، انت حتى ما بطلش كلام. طب وما دام اتكلم يا غندور ساكته ليه بقى ما تحكي؟ قال لي انه حاول ينسى حبي بكل ستات الارض، ما عرفش، وعشان كده ما اتجوزش لحد دلوقتي. بسيمه، ها؟ اوعى حد من ولادي يحس باي حاجه. ايه اللي هيحصل يعني؟ هما فاهمين يعني عشان ابوهم ما مات انت كمان هتموتي جنبه ولا ايه؟ انا كنت ميته ايام ما كنت متجوزه ابراهيم، لكن النهارده بقى دبت فيا الروح تاني يا حبيبتي. تسمع ايه؟ سيد درويش، تعالي اقعد. ده ايه الحوار ده؟ موتوسيكل افتحه. بتهزري معايا؟ ده ليا ها؟ طب وده بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبة انك اجدع وانضف صاحب. هو الصاحب الجدع بيبقى مستني حاجة قدام جدعانته مع صاحبته؟ انا عارفة ان انت مش مستني، بس ده مكان مليون شكرا ببقى عايزه اقولهم لك، وببقى قلت الذوق وما بقولش ولا حاجه. بس انا حتى مش عايزك تشكريني. ايه؟ اتفقنا نكون اخوات، والاخوات بيعملوا اي حاجه عشان بعضهم اظن. اه اخته ممكن تجيب لاخوها هديه وقت ما تحب. اصلح لازم اروح اطمن على هشام. باي باي. تاخد لبان؟ لا شكرا. يا سيدي خالد ده كان معايا في البنك القديم، وكل اللي كان بيجمعنا ان احنا الاثنين بنحب نلعب دارتس، وكنا بنروح مع شله كده من البنك نلعب دارتس. انا كنت بدور على ايه؟ لبان؟ لا لبان جه في سكتي وانا بدور. مالتي فايتر؟ لا انا كويس الحمد لله. المهم يعني فجاه قال لي نتخطب، وفجاه انا وافقت، وبعد ما اتخطبنا اكتشفت كده ان احنا فيما بيننا اختلافات جذريه رهيبه. بس بعد كده اكتشفت ان العيب كان فيا، انا اصلا وافقت بسرعه كده على الخطوبه يعني. مستر انيس، انا ساعه بالظبط هكون على مكتبي. معلش الموضوع برضه مش العادي بتاعي، ما بروحش البنك في اجازتي على فكره. تمام، مع السلامة. خلاص زهقت بقى من البنك يعني، أنا أواني الكارير شيفت خلاص كده كفاية. المهم يعني أنا بس كنت عايزة أعتذر لك وأبرر لك كده الموقف السخيف اللي حصل المرة اللي فاتت ده، معلش. لا لا خلاص بقى، أنا قلت لك ما تعتذرش عن حاجة، أنت ما حصلش حاجة أصلاً. لا برضه يعني، بس يعني مش عشان أنا غلطت واتخطبت لواحد مختل عقلياً يعني يبقى يطلع جنان بالرسمي ده على الناس يعني. حجزت والله العظيم حجزت، خلاص يوم الجمعة. أنت حجزتي اليوجا؟ طيب شاطر، خلاص روحي يلا هكلمك بعدين. في فيلم اخد جايزه في مهرجان كان السنه اللي فاتت، انت عارف السينما دلوقتي، بتحب السينما؟ بحب السينما. ما انا قايله لك من امبارح ان انا طالعه سخنه النهارده انا ونانسي وياسمين. لا لا ما انا ما كنتش بقى عايزه اصحيكي من الصبح بدري كده. حاضر. هطمنك عليا اول ما اوصل. لا لا مش انا اللي سايقه. اوكي باي.
تعبتك يا انجي؟ اسف. لا خالص، ولا تعب ولا حاجه. انت اللي كتر خيرك ان انت رايح له. كتر خيري ايه ده اخويا؟ فين الحاجه اللي عايزه تبعتها لي؟ في شنطه العربيه. اركب، انا جاي معاك. جاي معايا فين؟ البلد عند محمود يا اسماعيل. مش هقدر اشوفه كده ما كنتش واقفه جنبه. اخر مره ما كنا بنتكلم قبل ما شريحه تبوظ على طول كان بيعيط وهو معايا على التليفون. انت عارفه امه غاليه عنده ازاي؟ شكلها تعبت جامد المره دي. اركب يا اسماعيل، يلا بلاش نتاخر اكتر من كده. استعلوي. اه. شوف كده لو بار بيزن قول لي بقى لو كنت ميكانيكي شاطر ولا لا. ماشي يا سيدي. بسم الله. بسم الله، الله اكبر. ادي. لا والله يا هندسه. شكلك هندسه بجد. حبيبي يا اسطى. ما انا قلت لك انا بحبها. عارف انت في الكليه لو كانوا بيعلمونا فك المواتير وتصريح المكن والمصحف الشريف كنت ابقى الاول على الجمهوريه. انت عارف. مفيش دماغ. خلاص تعالى وقت ما تحب مشي ايدك هنا. ده الصناعي الشاطر انقلت زي الديناصور. يا نهار ابيض، شرف كبير قوي لينا. عايز ايه يا بت؟ ابلطوها بتقول لك شاهل عشان الكوارع لما بتبرد بتجل. طب روح، احنا جايين وراك. اتعمت العفريت عليك. يلا بقول لك ايه؟ اقلع العفريته دي وتعالى كل معانا لقمه. لا 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 بالهنا والشفا. العجل اللي بره ده حرام يقف. ده دورونا بيجيب فلوس. يا جدع اطلع كل لقمه وبعد كده بدور العربيه. لا 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 بالهنا والشفا والله. احنا ميكانيكيه مش مركبيه. انا ما عنديش صنايعي يقول لي لا. وابن البلد لما يقول لك بسم الله ما ينفعش تكسفه. عشان ابن البلد لما بيحط ثقته في حد ويدخله بيته ويكشفه على اهله يبقى بيحترمه ويسترجله. تمام. وثقتك في محلها ان شاء الله. ما انا عارف. انا بفهم في معادن البني ادمين اكتر من العربيات. يلا. ماشي استاذ، ثانيه واحده. ازيك يا عباد؟ اهلا يا عبد السلام بيه. اخبار الشغل ايه؟ تمام زي الفل. اهلا يا هنا. اهلا. تشربوا حاجه سعادتك؟ تشربي ايه؟ لا لا ولا حاجه. ولا حاجه؟ لا ولا حاجه خالص. طيب ده اول فرع لينا هنا. خلال 3 شهور اللي جايين هيبقى عندنا 7 فروع في اكبر 7 مولات في مصر. شغلانه مربحه بتاعت الورد دي. ليها زبونها وما بيستخسرش فيها ابدا. مفيش حاجه تشرح زي الورد والخضر. ده عباده ماسك الفرع. أهلا يا عبادة. مدام إقبال مديرة الفروع كلها. أنت أكيد بتهزر. ليه بس؟ أنا عمري اشتغلت يا عبد السلام. عشان إبراهيم الله يرحمه ما كانش عايزك تشتغلي. أنت طول عمري كنت عايزة تشتغلي. أنا محتاجة إيه أكتر من واحدة هانم تشرف وعندها ذوق زي حضرتك؟ أيوه بس معقول بعد السنين دي كلها أحقق حلمي واروح اقول للاولاد مامتكم اشتغلت؟ سيبي كل حاجه عليا. دي اكتر مسؤوليه عايزه اشيلها في حياتي. كان الزمن وقف. كان عندي لسه 16 سنه. الفرق الوحيد ان انا وافقت اخرج معاك من ورا اهلي. تصور ان انا كلمت سهير قلت لها لو الاولاد كلموكي في التليفون ما تردش عليهم، المفروض ان انا خارجه معاكي. بقى بسمتك. في احساس احلى من احساس التلامذه ده. بس انا عمري ما كذبت عليهم. انت ما بتعمليش حاجه غلط. انت يا دوب تخرجي عشان تقابليني تشمي شويه هوا في وسط الناس. احنا ما بنعملش حاجه غير نتكلم عن الولاد دايما. مفيش اي حاجه تانيه بنقولها. انا مش متضايق. انا بحبهم عشان دول ولادك. كان نفسي كمان يبقوا ولادي انا. مش هتطلب لي حاجة أشربها؟ هو الطريق هيفضل كده كتير؟ الطريق هيفضل كده بس في موقف قدام شوية كده بتاع الميكروباصات. نركن العربية عنده نركب؟ وأنا هسيب عربيتي فين؟ في قهوة جنب الموقف صاحبها صاحبنا. مفيش، هنسيب العربية عنده.
أمين ما تخافيش. بصراحة البنت حلوة بس شكلها بريئة قوي. يا ترى إيه الجريمة اللي عملتها في حياتها عشان القدر يعاقبها بواحد زيها؟ قصدك كافئها في واحد زيي؟ بجد الصور روعة. روعة إيه؟ أنت لو بتقللي في ألبوم فرح بنت خالتك كنت اتفرجتي بزوم أكتر من كده. لا 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 إزاي بس؟ ده أنا كنت مركزة جدا. أنت عارف حتى كنت تركيزي فيري سترونج يعني. أكيد. بس بجد تسلم إيدك، رسوماتك تحفة. رسوماتي أنا؟ تقلقي ان ده المعرض بتاعي ولا ايه؟ انا ما قلتلهاش اي حاجه خالص الحقيقه، يعني هو كان حابب يعرفني عليكي بقاله فتره وانا بجد مبسوطه اني قابلت. طبعا كان لازم اعرفك عليه، دي طنط رشا في مقام امي. امك عاوز تتهزق قدام البيت؟ ايه السفاله دي يا رشا؟ طب ما انت عارف ان انا سافله. ايه؟ احترم نفسك. حاضر. وانتي من دلوقتي بقيتي حبيبتي وصاحبتي، فاهمه؟ اصل لما الواد ده يجيله الجرأه انه يعرفك عليا تبقى اكيد لازم تتحبي. وانا ورحمه ابويا بحبك اصلا من كلام ادم عليكي، واول ما قابلتك كمان حبيتك اكتر. انت عارفه ان عمره ما عرفني على ولا واحده من القناديش بتوعه؟ شفتي بقى، اه انا اول قردوش هيعرفك عليه. فاهمه؟ صح. بس طلعت نوت انت يا ادم، لافف وداير يعني. فيري نوتي. طيب واي مي بقى؟ واي ايه يا حبيبي؟ يعني اشمعنى انا اللي اخترت اتعرف على رشا؟ اعتبريك عايش في هيئة. انا بتكلم جد على فكرة. ما انا عارف، وانا كمان بتكلم جد. ما كنتش بتكلم جد ما كنتش عرفتك على رشا. وبعدين يا بنت انت كفاية استقباط، عشان انا عامة مش هريحك، ماشي؟ عشان انا اصلا ما بقولش حاجة غير وانا متأكد منها. فل؟ بس قدامي بقى. وصلنا موقف التكاتك، ناخد توك توك يوصلنا لحد بيت محمود. واحنا لسه هناخد توك توك؟ مش قلتلك؟ ده الملح ياما. بقول لك ايه، اطلعي اقعدي في الفرندا واسمعي ليلى مراد وسيبيني انا اعمل الكيكه. انا اللي نفسي اعملها يا بسيمه بالملح. تصوري ان هو ناوي يحقق لي حلمي اللي طول عمري نفسي فيه. لسه فاكر ان انا كنت بقوله ان نفسي اشتغل. معقوله يبقى فاكر بعد العمر ده كله؟ معقول طبعا، مش معقول ليه؟ انت عارفه ده بيقول لي انه عايز يعتبر ولادي ولاده. ما هم المفروض اصلا كانوا يبقوا ولاده مش ولاد ابن الكئيبه ده. يلا الله يرحمه بقى ويسامحه مطرح ما راح. هو مين ده الله يرحمه مطرح ما راح؟ بنترحم على باباك يا احمد. الله يرحمه. ماما خالي بيكلم حضرتك وحضرتك ما بتردش عليه. سبت موبايلي في الاوضه. طيب هو بيقول لكم مثلا جاي يتعشى معانا النهارده. وهيجي لوحده ولا معاه البومه مراته؟ لا جاي هو عبد السلام. يا اهلا وسهلا. ماما هو ليه خلينا ما بقاش يجي هنا غير وصاحب عبد السلام في ايده؟ الله، مش اصحاب من وهما صغيرين؟ طب هم اصحاب من وهما عيال، يجيبوا هنا ليه يعني؟ احمد انت ليه ما بتحبش عبد السلام؟ انا بحبه ولا بكرهه؟ عادي. لا احنا وصلنا الشاليه من شويه بس لقيناه مكركب قوي فقعدت انضفه وبعدين راحت عليا نومه والموبايل فصل شحن. السلام عليكم. اه طيب حاضر هبقى اطمنك عليا. حاضر يا حبيبتي. اوكي يلا باي باي.
اشوفك لابس جلابيه. ما كنتش متخيله ان انت هتتخض كده لما تشوفني. انت مش شايفاها مفاجاه؟ لا شايفاها مفاجاه، بس يا ترى بالنسبه لك انت بقى مفاجاه حلوه ولا مفاجاه وحشه؟ انت ايه رايك؟ انا نيتي كانت ان هي تبقى مفاجاه حلوه، قلت يعني في وسط كل اللي انت فيه ده اجي اونسك. خفتي تقولي لي اني جاي عشان ما اقولكيش ما تجيش، مش كده؟ لا طبعا، انا ما قلتلكش اني جاي عشان ما كنتش عارفه اوصل لك، ولا انا ولا اسماعيل من ساعه موبايلك باظ. هو انت كنت ممكن تبقى عارف ان انا جايه وتقولي ما جيش؟ انا مكسوف منك. مكسوف من ايه؟ انا حاسه ان انا دخلت البيت ده 100 مره من كتر ما انت قعدت تحكي لي عنه. بس اللي يشوف غير اللي يسمع. انا ما كنتش عايزه اي حاجه غير ان انا اشوفك اطمن عليك انت ومامتك. هي الحمد لله بقت احسن، الدواء الجديد اللي كتبه لها الدكتور خلاها نامت اخيرا. طب كويس الحمد لله. اهو مبسوط قوي ان انا شايفك. صراحة استغرب ومحرج. وحشتني. انا بحبك قوي يا انجي. تعالي يا فاطمة، دي انجي زميلتي في مصر، عرفت ان خالتك عيانه فكتر خيرها جت عشان تعمل الواجب. بلدنا كلها نور. شكرا. هقوم اطل على امي عشان اعرفك عليها. ممكن اخش الحمام؟ اه طبعا اتفضل. حاطط في دماغك محلات الورد المستورد دي من زمان يا سولومون؟ ايوه طبعا، النباتات النادره دي بقت عامله زي الالماس. بس انت على كده محتاج يوم 40 ساعه عشان تقفي شغل. لا المشروع ده انا حديره من بعيد لبعيد زي ما بعمل في السينمات، الشركاء بيديروا وبيشتغل وانا باخد فكره كل فتره وخلاص. هتشارك مين؟ لا مش هشارك حد، انا فكرت مين ممكن يبقى مناسب جدا للمشروع ده، لقيت في واحده مديره هايله، انا متاكد انها امينه مخلصة في شغلها. حد تعرفه؟ أيوة طبعا، إقبال. أنا؟ أيوة أنت، من صغرنا كنت مسؤولة عن جنينة بيتكو اللي في الظاهر والفيلا اللي في الدقي، وأنا شفت هنا في الجنينة ذوق النباتات عالي جدا. إيه الكلام ده؟ يعني لو هنتعامل بالمنطق بتاع حضرتك يبقى كده أي حد يلعب ماتشين ويجيب له جنين يخش كأس عالم بقى. أنا مش عايز منها أي حاجة غير السنس والذوق، دول موجودين عندها. وبالنسبة لإنها طول عمرها ست بيت عمرها ما اشتغلت، ده عادي بالنسبة لك؟ والله لو هي عايزة هتعرف تعمل الشيفت ده. هاي يا ماما، عايزة تشتغلي؟ مش عارفة. دي أوضة الأستاذ. زمان دي كانت أوضة إخواته البنات، وهو كان بينام في المضيفة. بس اخواته البنات لما يجالهم عدلهم بيجي يدي اوضته. اه ما هو كان حكي لي. هو ما حكلكيش عني؟ لا يا فاطمه يمكن ما جاتش فرصه. ابوه وابويا قابلنا البعض من واحنا صغيرين، الله يرحمه معايا، بس يعني مرض خالتي وانشغاله في مصر بجولهينه عننا كتير قوي. ابقي خليه يحكي لك عني كده وشوفي هيقول لك ايه. ازاي عادي؟ انت بتقول لي كل تفاصيل حياتك ونسيت تقول لي ان اهلك خدمينك لوحده؟ ايوه عادي، علشان انا عمري ما خدت الموضوع ده بجد. فاطمه ايه اللي خطوبها؟ انجي فاطمه دي ما بتعرفش تقرا وتكتب، دي من يوم ما اتولدت ما طلعتش بره البلد، دي لسه بتقعد قدام التلفزيون لحد النهارده كانها قاعده قدام سفينه فضاء. انت عارفه ان لو مثلت في يوم من الايام وطلعت في التلفزيون وفاطمه شافتني والله ممكن تطب فيها.
أسباب منطقية فعلا، أسباب تخليك مستحيل إن أنت ينفع تتجوز فاطمة. بس في سبب واحد أنت ما جبتش سيرته خالص. أنا وجودي أنا في حياتك، إنك بتحبني أنا، ده بديهي. أنا مش محتاجة أقولهولك. أيوة محتاج تقول، وأنا محتاجة أسمعه، أنا محتاجة أطمن. أنا محتاجة أحس إن أنا مش داخلة الحرب دي لوحدي، محتاجة أحس إن أنت واقف جنبي. ولو أنت حاسس إن أنت بتحط مجهود، أنا بحط مجهود أكتر منه 100 مرة. أنا خايفة ومرعوبة. سيفون الحمام لسه معلق. كلمنا السباك مرتين وقال جاي وما جاش. بكره لو ما جاش هعرف دكانه فين واروح اجرجرهولك من قفاه. وش معنى سيفون الحمام اللي انا بستخدمه هو اللي يبوظ؟ اعترضي بقى على حكمه ربنا. يا فيفي ادخلي اي حمام تاني. يوه هتقفل طبعا، ما اللي طلعت دي سرها باتة. اهي فتحت. بل عندي فيكي. فتحت على وش مين؟ استهبليش. عشان اكلمك. وحشتني قوي. يا سلام، وحشتك ايه وانا كنت لسه عندك الصبح. دي النهارده دي زغرت لي حته زغره كانها بتقول لي انت هتنطرنا كل شويه ولا ايه؟ ممكن مالكيش دعوه بيها بقى. وقت ما تقدري تيجي المستشفى تعالي. انت مش فاهمه، انا اصلا هموت واخرج من المستشفى عشان اشوفك لوحدينا. لا تخرج ايه، ما تقلقنيش عليك. أنا ممكن ما تفكرش في حاجة غير إن أنت ترتاح، عشان لو حصل لك حاجة أنا ممكن أروح فيها. هشام. ماشي يا حبيبي، ماشي أنا هكلمك. يلا مع السلامة. إيه ده؟ إيه يا حبيبي أنت كويس؟ أنا تمام، أنا كنت بتمشى. لقيتك نايمة والدكتور قال اتمشى وقت ما تقدر. قال كده فعلا. طب تعالي اتمشى مع بعض. تعالي يا حبيبتي. وأنتِ إيه اللي صحاكي؟ مفيش طارق اتكلم، كان عايز يطمن عليك. قلت له انك نايم، كنتش عارفه ان انت مش موجود في سريرك اصلا. طب كلميني من فضلك، وحشني من الكلام. تشتمش ابويا حبيبي. بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ما
شيلوا اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته ومفيش ده بكرة، وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغلب، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة Yeah.